الحكم يتغاضى عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لأزارو، ومش عارف ازاي ممكن حكم يتغاضى عن ضربة زي دي. هو احنا كل ماتش بقى زهقنا، زهقنا كل ماتش محدش بيتغاضى عن ضربات الجزاء اللي معانا، ويروحوا يمققوا عينيهم في شبهة ضربات الجزاء لأي فريق آخر. يعني وأكنها شجاعة أن تظلم الأهلي. صدى البلد، موقع صدى البلد، الأهلي ينتزع صدارة الدوري بفوز مستحق بعدين على الطلائع. بعدين إيه الغيظك بقى؟ بثنائية. استنى بس والنبي، لحد لو عندكم صورة ضربة الجزاء دي تلاقي الحكم الخامس ايده على ركبه ونازل على الارض وبيشوف قوي الزاويه، يعني بيشوف الابره، الواد جاي بالتايهه. الا دي ما شافهاش، ده هو ده قدامه، ده حاجه غريبه جدا. انت عارف انه حاجز الكوره بايده، يعني هو ترقص نزل حاجز الكوره بايده. يعني هو لما حطش ايده فيها ازاره مرقص وحشوطها بشماله. هنشوف مناقشه خبراء التحكيم ليها.